النهار المصرية الآن من أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، ووصول أشلاء الشاب إيهاب أشرف اللي عثر على بعض من أشلائه بعد اعتراف القاتل لوجود أجزاء من جثمانه بأحد المصارف. وصل الآن الأشلاء من مستشفى بلقاس العام إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي. إحنا الآن أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي. وصلت الآن سيارة الإسعاف اللي تحمل أشلاء المعثور عليها جثمان الشاب الضحية إيهاب أشرف. الواقعة يعني دامية، حيث تمكن قوات الأمن بمديرية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأهلية اليوم بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام وقطاع الأمن الوطني من العثور على أجزاء الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز بعد 9 أيام من أشلاء. تمكنت اليوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط مديرية أمن الدقهلية مع ضباط فرع الأمن العام وقطاع الأمن الوطني من العثور على أجزاء الطالب إيهاب أشرف بعد 9 أيام من العثور على جسده مشتول نصفين والعثور على الجزء السفلي ودفنه أمس وقت اختفاء الطالب في 13 فبراير الحالي بأحد المصارف بنطاق المركز. تم الآن وصول أشلاء باقي الجثمان الجزء العلوي من الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي من مستشفى بلقاس لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها وبيان أسباب هل هي فعلا لأشلاء الجثمان الضحية أشرف الطالب. فور الوصول على الجزء العلوي من الجسد تم نقله لثلاجة مشرحة مستشفى بلقاس العام، وتم وصوله مشرحة مستشفى المنصورة الدولي توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه وعرض تقريره بعد إخبار النيابة وجهات التحقيق تمهيدا لنقله الآن ومطابقته بالجزء السفلي الخاص بالضحية أشرف بعد إجراء تحليل الدي إن إيه الخاص بوالده. تبين من التحقيقات الأولية إن مرتكب الواقعة هو مدرس الفيزياء الخاص بالطالب. وهو مدرس الفيزياء وراء مرتكب الجريمة البشعة الخاص بو يدعى محمد، وذلك بمساعدة نجار صديق له وبمساعدة النجار، وإن المدرس اعترف بارتكاب الواقعة وقام بقتل الشاب ثم قام بتقسيم الجثمان إلى نصفين عن طريق منشار كهربائي في مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية. أدت المئات من أهالي قرية 7 ثابت وعدد من القرى المجاورة بمركز الستاموني في محافظة الدقهلية بصلاة الجنازة أمس على الجزء السفلي اللي تسلمته أسرة الطالب إيهاب أشرف واللي جرى العثور عليه منذ 8 أيام مشتور نصفين
وعثر على الجزء السفلي من جسده بأحد المصارف بنطاق مركز السيتامول. خرج المئات من الأهالي القرية لحظة الدفن الجثمان وتشييعه لمثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة بعد أن أدوا صلاة الجنازة عليه، فيما دعا البعض تكون صلاة غائب لحين العثور على باقي أجزاء الجزء العلوي من الجثمان. لازم اعرف الوقت. هقول من الجثمان ايه الرابع بقى؟ هقول لك انا بعد ايه. شد حيلك بقى. ماشي ما هنشد اهو. يمكن يذكر ان اسره طالب ايهاب اشرف عبد العزيز هو طالب بالصف الاول الثانوي 16 عام، اعلنت اختفاء نجلاها 13 فبراير الماضي حتى جرى العثور على نصف السفلي من جسده بمصرف بين قريه البقعه بقريه 7 ثابت وبحر التين، مشهور للصيد وموجود الجزء السفلي فقط من الجثمان. طبعا تم تسليم الان اشلاء الجثمان الجزء العلوي داخل مشرحه مستشفى المنصوره الدولي بعد ورودها من مستشفى بلقاس العام. اجزاء الجزء السفلي الذراعين واجزاء من اشلائه اللي ادلى بمكانها القاتل وهو مدرس الفيزياء. زي ما احنا شايفين سياره اداره بلقاس الاجتماعيه اللي نقلت الاشلاء جثمان الضحيه الطالب. لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليها. رحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه احنا الان من امام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي. تم تسليم اشلاء العلوي المعثور عليها الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتوقيع الكشف الطبي وورود تقرير الطب الشرعي الخاص بها. الواقعة دامية جدا، خالص تعزينا لكل اهالينا في بلقاس ومحافظة الدقهلية لهذا المصاب الجلل ضحية طالب اشرف الصائم اللي اختفى بعد لحظات من خروجه من درس خصوصي. الواقعة مريبة 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 جدا جدا، ولم يعني وصل دعوات الجميع امس في تشييع الجزء السفلي بعد تصريح النيابة بامر الدفن امس ان تجوز صلاة الغائب عليه وقت تشييع الجثمان. الواقعة بتعود اعزائي متابعينا متابعي النهار المصرية لان اسرة الشاب ايهاب اشرف بلغوا باختفائه بعد خروجه من درس خصوصي، وتم ابلاغ النيابة العامة ومديرية امن الدقهلية باختار من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية بان شرطة السيتاموني بلغت بعثور عدد من الاهالي على جثة لشخص في العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شقارة، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السيتاموني بقيادة المقدم احمد عوض رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان الجثة للشاب المبلغ باختفائه وهو ايهاب اشرف عبد العزيز وهو طالب بالصف الاول الثانوي، وجرى العثور عليه بمصرف بين قريه النقعه وقريه 7 ثابت. وبسؤال والده مالك معرض الادوات المنزليه اكد اختفاء نجله منذ يومين، وجرى تحرير محضر بغيابه بعد ان انقطع اتصال به عقب خروجه من درس خصوصي.
مكان مباحث للبحث عن وبوجه مدير مباحث الجنائيه بالاهليه بتشكيل فريق بحث من وقتها بضم ضباط اداره البحث الجنائي بفرع غرب الاهليه ومباحث مركز شرطه السفاموني وبالاس بالتنسيق مع ضباط فرع الامن العام لكشف غموض هذا الحادث وملابساته. تمكنت اليوم الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية من ضبط مرتكب هذه الجريمة الصعبة والبشعة التي هزت الدقهلية جميعا، وهو مدرس الفيزياء اللي كان بيتلقى عنده الضحية درس خصوصي واللي شارك أمس في جنازة تشييع نصف جثمانه في مسواه الأخير داخل مقابر أسرته. الآن وصل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي النفس المعصور عليه لورود تقرير الطب الشرعي بشأن إذا كان الجثمان وصل الآن إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي بعد وصوله من مستشفى بالقاس العام لتوقيع الكشف الطبي وورود تقرير الطب الشرعي الخاص به. تمكنت اليوم الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية من ضبط الداني وراء هذه الجريمة البشعة، وهو مدرس الفيزياء الخاص بالطالب أشرف الضحية الله يرحمه، واللي شارك أمس في جنازته ونعاه على صفحته وفي تشييع النصف السفلي للجثمان وسط إجراءات أمن مشددة بعد ورود تحليل دي ان ايه الخاص بالجثمان. هيتم توقيع الكشف الطبي على الاجزاء المعثور عليها من الجزء العلوي من جثمانه داخل مشرحه مستشفى المنصوره الدولي. هنوفيكم بكل التفاصيل المتعلقه بهذه القضيه ومعاكم في متابعه مستمره لاي تفاصيل ترد بهذا الشان، وهل هيتم تاكيد ادنى العثور على هذه الاجزاء الموجوده الان داخل مشرحه مستشفى المنصوره الدولي، هل فعلا هي لاشلاء جثمان الشاب اشرف ايهاب اشرف الضحيه ام لا. معاكم منتظرين في متابعه مستمره لاهم الاحداث داخل محافظه الدقهليه. كانت معكم هاله العوضي، نلقاكم في بث جديد ومتابعه مستمره لأهم